مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من ترندز. هيكون معانا فيها اخر اخبار السوشيال ميديا وموضوعات كتير مختلفه، بس خلونا نبدا الحلقه بفقره ترندز اوف ذا ويك. اول ترند معانا النهارده هو خاص بمنتخب مصر والماتش المهم اللي هنلعبه مع السنغال يوم الجمعه اللي جايه 25 مارس، وطبعا الماتش الاول هيتلعب في استاد القاهره وهيحضره 60,000 مشجع، اما الماتش الثاني هيكون يوم الثلاثاء 29 مارس في السنغال. ومن الحاجات اللي شغلت السوشيال ميديا في الموضوع ده كان قائمة المنتخب. في ناس كتير شافت أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب حر في اختياراته، وهو أدرى باللعيبة اللي هتساعده في تطبيق أفكاره ونقدر نوصل بيها لكأس العالم إن شاء الله. ولكن في ناس تانية قالت أن كان في بعض اللعيبة لازم يكونوا موجودين لأنهم بيمثلوا إضافة كبيرة للمنتخب زي محمد شريف وأحمد عبد القادر، والطرفين اتفقوا أنه المهم دلوقتي مش مين الموجود، المهم أن كلنا نقف وراء المنتخب ونشجعه وندعمه عشان يقدر يعدي الماتشين دول على خير ونوصل لكأس العالم إن شاء الله، وطبعا كلنا بندعي بالتوفيق للمنتخب. النجمة شيرين عبد الوهاب لسه مستمرة معانا في الترند من الأسبوع اللي فات، ولكن الأسبوع ده الترند كان مختلف كتير. شيرين انتشر ليها فيديو من أحد الأفراح وهي بترقص مع العريس والعروسة في فرحهم وبتغني معهم كمان، وكان واضح جدا حب واهتمام شيرين الكبير بالعروسين، لدرجة أن ناس كتير على السوشيال ميديا قالوا أن العريس قريب شيرين. وده لان شيرين كانت فعلا بتتعامل مع العروسين كانها تعرفهم من زمان، وخصوصا لما قعدت معهم على الارض وغنوا سوا، ولما شيرين حضنت العروسين كان واضح انها فعلا فرحانه ليهم بجد. ولكن شيرين ردت على كل الاشاعات دي وكتبت تويت على صفحتها الشخصيه وضحت فيها انه مش قريبها، وان العروسه هي اللي رتبت لحضور شيرين وخلتها مفاجاه للعريس اللي يعتبر من اكبر معجبين شيرين وبيتابعها من سنين طويله. وطبعا الفيديو ده حقق فيوز كبيره جدا على السوشيال ميديا. ومن الفيديوز اللي كانت ترند الأسبوع ده فيديو تحدي رقصة أغنية عليكي عيون لأحمد سعد. التحدي ده بدأ عن طريق أحمد سعد نفسه بعد ما نزل فيديو للرقصة على صفحته في الإنستجرام وكمان التيك توك، ولكن بعد ما حصل سخرية كبيرة من طريقة أحمد سعد من خلال رواد السوشيال ميديا، قام أحمد سعد بمسح الفيديو من على السوشيال ميديا ونزل دعاء النصف من شعبان بصوته اللي لقى استحسان وإعجاب كبير جدا من الجمهور. وقال أحمد سعد تعليقا على الفيديو: أنا بصراحة علاقتي بالسوشيال ميديا علاقة مشاهد مش محترف، بس بحب التيك توك وقلت هجرب أعمل فيديو، بس أنا حسيت بعد كده أنه قلش مني وشلته بس ما لحقتش وكل الناس شافته، بس أنا بحيي كل الجماهير على خفة دمهم وضحكت جدا. الفكرة بقى أن في ناس كتير قوي عملوا التحدي ده بخفة دم، ومنهم عدد من الممثلين، بس أكتر فيديو انتشر كان لمايان السيد واللي عملته مع أصحابه. وبعيدا عن التحدي ده، أحمد سعد بيعيش حاليا حالة نشاط فني كبيرة جدا، يعني هنلاقيه نزل 3 أغاني من ألبومه الجديد، والأغاني دي حققوا نسب مشاهدة كبيرة جدا. مثلا هنلاقي أغنية عليكي عيون حققت 32 مليون مشاهدة، أغنية النفسية حققت 2 مليون مشاهدة، وأغنية بنادي عليك حققت 3.5 مليون مشاهدة. وبكده تكون خلصت فقرة ترندز أوف ذا ويك. هنروح لفاصل ونرجع نكمل فقراتنا.